وجر عليا على قبل بنتي، بغى يجوزها سحب واحد خونا. هز على عصا قال لها خرجي، كنتي تخرجي نخرج انا. قلت لي المشا كتجمع ولادها، شرت انا ولادي كنت كسي 7 سنين والزياده. ضاع على الشرب بسبب با، ضاع على كلشي بسبب با. ملي ما بغات لا هذاك لا هذاك، كلشي ضاع على الزرقه وما ما عاش علينا. لا 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 هي لا ولده، ما عاش علينا. وجرى عليا وما عاش عليا وما رحمنيش. وبعد دارنا في العروبيه عطيتو حقي، ومرض ونهزه وخوتو يلوحو بحال الكلب، كيلقاني انا خويا. طواليط لي شادة، طواليطة لي شادة حدا ماشين نوار، كندير الميناج، كنجمع الخنز ديال عباد الله، باش كنجمع هادوك الدريمات، باش كنعيش. حياتي ضاعت، حياتي ضاعت، خويا عطيني ضاعت. سميتي سعاد، كنت مجوجة في لالة مريم، خايدة واحد الدري كيقولوا لي بات ولادي. بنتي سميتها وهيبة، ولدي سميتو حمودة، أنا بنت ذهيبة الله يرحمها، الوالد ديالي عبد السلام الله يرحمه، هادو والديا. ولكن ملي تزوجت هاد السيد ما كنتش كنعرفو. الوالدة ديالي كانت كتبيع زيت العود لخالتو، نهار قالت لها ولد اختي بغا يتزوج بيه بنتك، جيبي ليا التصويرة تزوجت بيه. ما كنتش كنعرف لا مريم فين جات، كنسمعها بالدايمة الدايمة، تتزوجت بيه ما عرفتوش غادي ليا بحال هكا. خدمت عليه، ضربت تمارة على ولادي، كبرت ولادي، قريت بنتي في المدرسة، توطلت الثامنة، شريت كتوبة ما خليت ما شريت، الدري وصل الرابع تاهو شريت كتوبة، وهو با ما على بالوش، ما كيعقلش علينا بقد هكا، سير الآخر ما كيشريش ليهم. كان داير فراشة في الجوطية في لالة مريم، كيبيع البريكات والروس البوطة. ودوك البريكات هذوك ديال الجلدات ديال الروس ديال البوطه كان يبيعهم في الفراشه ديال المسيره. دابا كمل لي كلشي، ولا دابا داير فراشه في الحياني كيبيع الحوايج حدا حي الفلاح. السبب خويا هو جرى عليا على قبل بنتي، بغى يجوزها سحب واحد خونا. هي با واحد خونا جا خطبها منا، بغى لي بغيت بنتك، جاب با جاو فاميلتو جاو عندنا، تفاهم معاهم شوية ويقول لها لا هذاك ما نعطيش ليه، صفار شمكار، هذاك ولد الناس وما هو عايرهم، هو ولد الناس زعما ما نقولش لك ولد الناس، هو عايرهم سمع فيهم معيور. اخرها قال لها غنجيب لك واحد بحال البركة نجوجك بيه، قالت لي لا انا باغا هذاك عزيز هو اللي باغا نتزوج بيه، انا جو عائلته انا هو اللي كيبغيني كنبغيه، ما بغاش هذاك. قالت لي انا ما باغاش هذاك، انا كنت خدامه في سيدي عثمان وبنتي خدامه في حي النور. ناض هز علينا عصا قال لها قولي لي تبغي تاخذي هذاك، قالت لي ما بغيتوش. هز على عصا قال لها خرجي، كنتي تخرجي نخرج انا. قالت لي المشا كتجمع ولادها، شرت انا ولادي كنت كسي 7 سنين والزياده، انا حدا ميريزكو، البنت في سيدي عثمان والذهب، الولد مارشي كريو. الدري نقداتو ليا جارتي في لالة مريم، داتني الرؤية الشرعية بركاتو عندها، فهمتي؟ ولا بارك يدبر على راسو كيدي ليها، يدبر على راسو يدي ليها، عدو 3 سنين ديك الساعة، دابا عدو 18 عام.
الدريه عندها 21 عام، مرضت ما خلات حي الفلاح، ما خلات سيدي عثمان، ما خلات سباته، مشى لها كل شيء، ضاع لها الشارع بسبب با، ضاع لها كل شيء بسبب با، ملي ما بغات لا هذاك لا هذاك، كل شيء ضاع لها الزرقاء، ما عاش علينا، لا 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 هي لا ولده، ما عاش علينا، ما عاش علينا با وما عاش علينا. شردني كرفصني مريض وكنت كنعس على السبيطار، الدريه تاع سيدي عثمان في الزرقاء مرضت تشردت، لا على كل شيء كل شيء لا على البرد الشتا وليالي، ولا ما طيقتينيش اخويا، يلا معايا حتى المريض وسولهم كاملين، دوك السيكيريتي ودوك الشيء كل الابلونسات هما غيقولوا لك اشنو كاين، ولا شي سبع سنين وزياده وانا تما وانا تم، ما قال لي حتى واحد حتى ماتوا دارنا وقال لي خرجي انت ولادك، هذا الراجل كون بقى والديا ما غنتشرش حدا السبيطار، كون راه ديريكت عاد الوالدين ديالي، وجرى عليا وما عادش عليا ما رحمنيش، وبعد دارنا في العروبيه وعطيته حقي، ومرض ونهزه وخوتو يلوحوا بحال الكلب، كيلقاني انا خويا كيلقاني انا نجي من تماره ولقى سكران شارب لالكول حدا الدار، ونجي نهزو البنت من رجلين وانا نهز من راس ونطلع، وما عقلش عليا ما عقلش عليا خويا ما رحمنيش ما رحمنيش، ما قالش هذيك مرتي ولا رجع ولادي، الدار دابا مسدوده بحال دار الزاويه اللي مسدوده، الدار المهجوره بحال هكاك مسدوده الدار. كندوي مع ولدي وكندوي مع بنتي، ولادي كنشوفهم ولادي كيهضروا معايا، ولكن هو ما عادش علينا خويا ما عادش عليا كرفصني. ما طلقنيش باقي ما مطلقنيش اخويا، خلاني ما انا مطلقه ما انا مزوجه، خلاني لا الوريقات عدو الحاله المدنيه لا كار كلشي عدو خويا، ما عقلش عليا هاد السيد، ملي كنمشي ناخذ ورقية كيقول لي لا حركت لاكارت، لا ما عنديش لاكارت حركتها، ما عنديش، صيفط لي صحابو واحد خينا كيف رشدها بحي الفالح، يقول لي عطيني لاكارت، قال لي غدي لي الدار، اش غندي لي؟ ها؟ اش غندي لك؟ غندي لك الدار، كون رديتها لك شحال هادي وانت حدايا. ها؟ انا كنعيش دابا كراو لي دابا جمعية في الحي المحمدي. 20,000 ريال شهرين من ورا نخلص انا 10,000 ريال، وانا كنجبد راسي، مالي الورد كانوا يخلصوا ليا، دابا ما بقاش اللي يخلص ليا، ما بقاش اللي يخلص ليا، عطيت 6,000 بقى لها دابا 4,000 ريال. المعيشة ديال مارشي النوار، طواليط اللي شادة، طواليط اللي شادة حدا مارشي النوار، كندير الميناج، كنجمع الخنز ديال عباد الله، باش كنجمع هذوك الدريمات، باش كنعيش. تحيرت اخويا تعيت انت تحيرت، انا وليت بوجهاتي ما بقيتش بنت البلاد، كنت بنت البلاد وكانت زين يا زين، وكان اش نقول لك حياتي ضاعت، حياتي ضاعت اخويا حياتي ضاعت، ضاعت حياتي كيفرج عليك الله يكون معك باش توجه الناس المحسنين. الواجهات المحسنين بغيتهم يتعاونوا معايا، انا ما عندي حتى واحد لا والدين لا فاميليا حتى واحد، ترجى الله والمحسنين اللي بغيت يتعاونوا معايا، هاد الكره انا عندي 10,000 ريال ديال الكره ولكن ما لقيتش اللي يعاوني، ما لقيتش اللي يعاوني، الا ما خلص هاد الشهر اللي جاي غنخرج للزرقاء غنروح حوايجي برا، انت اش نقول لك اللي كاين اخويا. شنو الرساله تبغي توجهي للراجل اللي كان كيشوفك من كنواجه راجلي، انا بغيت منو تيقار، بغيتو يطلقني وبغيتو يعطيني ورقية، ما بقى بيني ما بينو والو، ولادي انا واقفة معاهم حتى الموت، هو ما بقى بيني ما بينو، انا باغا ورقية منو ولا كارت ديالي، والله يعاوننا ويعاون اخويا، هادشي اللي طالبة منو انا. اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.